تختلف الهشاشة والمعاناة واحدة لونها. هذه المرة غياب البنية الطرقية، عشرات الأهالي بإحدى قرى ترغست يقطعون واد للوصول للمدينة، ومع وجود معبر يقال لهم إن إجراءات السلامة تمنعهم من ذلك. ربورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. مدينة ترغست على مرمى حجر منهم لا يفصلهم عنها سوى عشرات الأمتار، بيد أن سكان دوار تيزي ملول بجماعة زرقت رغم وجود معبر فوق سد الجمعة، فهم يقطعون أضعاف تلك المسافة نزولا وصعودا للوصول إلى العمل أو التبضع أو قضاء مآربهم، فباستثناء بعض التلاميذ كل السكان ممنوعون من العبور. احنا يا مجموعة السكان يعني تحاولي تقريبا شي 70 دار كنخدموا، يعني جميع الناس تقريبا كيخدموا في هذه المدينة ديال ترغست، وهذا السد هو اللي كيفصلنا عن المدينة. درنا يعني طلبات نهار الأول، جابوا لنا قنطرة مي ما خلوناش ندوزوا، يعني كنحاولوا ديما نرغبوهم ولا نتفاداو ديك الشيء، ولكن والو يعني ديما خص تهود النواد وتطلع ديك العقبة. كنجيو تقريبا جوج كيلومتر دابا على حسب من دوار تيزي ملول لترغست، ما عرفناش الأسباب اللي على جعلوا حتى بلعوها، وحنا كنطالبوا باش يحلوا لنا هذه القنطرة هذه. وكالة الحوض المائي اللوكوسي بالحسيمة تقول إن المنع يعود إلى أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، ذلك أن المعبر يوجد بين هوة سحيقة ومياه السد، وبالتالي فإن أي قرار بالسماح لابد أن تواكبه إجراءات قبلية تراعي مبدأ سلامة العابرين بالأساس. يتم السماح للساكنة باش تمر خص تكون هناك إجراءات مواكبة. أولا خص يتم الإحصاء ديال الساكنة اللي محقها تمر، سيدي الساكنة اللي جاية من ديك الدوار فقط. ثانيا بان هناك مجموعه اطفال الصغار خصو يكونوا مراقبين، راه كاين تما واحد العلو اللي مرتفع كبير، وكاين تما الماء، راه داك الشيء راه كاين واحد الخطر، ولكن هذا الشيء خص نقدروا ندرسوه في اطار واحد اللجنه ونشوفوا وحنا ما عندنا حتى شي اشكال. والخلاصه ان السماح لهؤلاء السكان باستعمال المعبر على حاجز سد الجمعه رهين بموافقه لجنه تضم كافه المصالح المعنيه تنظر في مدى توفر معايير السلامه والتنقل الامن، رغم أن الحل النهائي لهذا المشكل هو بناء قنطرة بعيدة عن السد في أسفل الوادي للحد من معاناة السكان مع كل تنقل إلى